انا بكامل قوايا العقليه، انا جولي اون بيرسون شخصيا، ممثله افلام بورنو شخصيا، انا تهضر معاكم بلي انا هي جزائريه. اوكي، انا جزائريه الاصل، جامي رحت المغرب وما نعرفش اصلا شنو هي المغرب. اوكي، هذه هي. سمحوا لي الله يرضى عليكم، سمحوا لي نتحسب عندي رجال في كتافي. اجمل وطن في العالم. اويلي شفتي شيكاغو؟ اسكو شفتي شيكاغو؟ هادوك صحاب الفتنه، شفت العدد ديالكم كتير في السوشيال ميديا، كتنقصوا هنايا في السوشيال ميديا، دايرين فيها وطنيين. دايرين فيها وطنيين، فين عمر حنايا الحكومه ديالنا، الحكومه ديالتنا ولا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تحياتي لكم جميعا. المهم في هذا الفيديو غادي نجاوبوا هذه السيده، لانه شحال هذه وهي تدير لي فيديو، هي مغربيه عايشه في اوروبا. المهم ونفس الوقت جا واحد الجزائريه حتى هي اللي كانت قالت لهم راني مغربيه، نشوفوا لي فيديوهات ديالها، نشوفوا الخرجه ديالها. والقضيه ديال اعتقال جوج مغاربه في الجزائر، وواحد الكرغولي شيباني كان ديما تيسب في سيادو المغاربه. شفت واحد الفيديو ديالو ديما كان هاز ديك الشرويطه ديال المرتزقه ديالو، تيخرج تيسب في المرتزقه، ما عرفتش اش وقع عليه، وكان ديما زعما هاز ليهم الشرويطه تيطبل ليهم، هادي مشى عندهم. المهم هادشي اللي غادي نشوفو في هذا الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناه، تحياتي لكم. المهم نمشيو نشوفو الاخت، نسمعو الفيديو ديالها ونفس الوقت نجاوبوها. سير سيدي. هاد المسمومه هادي مالها مع الجزائريين؟ قالت لك كترحب بيهم بواحد الطريقه مسمومه. اختي سمحي لي، انت ماشي مغربيه حره، حنا المغاربه الاحرار معروفين بالضيافه والجود والكرم، وكنرحبوا بخوتنا العرب كيف ما كانوا، سورتو الاشقاء ديالنا جيراننا. نخليكم مع مقطع الفيديو، شوفوا واش كتقول في حق الجزائريين. نرجعوا الترونسبور والتيكي خاصو الحبه، غتساهموا معنا في اقتصاد البلاد. ما فخباركمش فلوسكم يبقاو عندنا. تماما، غير اجي ونستقبلكم بالحليب والتمر في المطار والدقه المراكشيه المنتخب. ملي تكون راجع تاكد بان حتى شي حاجه ناقصه من لي شومبر ديال الاوتيل، شي سيشوار، شي فيوس، شي مخده. واحد الحادثه وقعت في طوكيو وخلصتو فيها غرامه ماليه، ما عرفت شكون ديك المدرب، بقيت عاقله. انت هي كديري الفتنه، انت من صحاب الفتنه، انت ما كتشرفيناش كمغاربه احرار. وبلا ما يجي شي واحد ينقص عليا هنايا من دوك صحاب الفتنه، بلا ما تجيو تنقزوا عليا، انا كندوي في الحق، ماشي بهاد التخرويق ديالكم نتوما كتسحب راسكم ما عرفت شنو كتصنعوا. شد الفتنه هادي، هاد الفتنه راه الفتنه اشد من القتل، واش نغنيوها ليكم؟ شد المستوى هذا، شنو هو هذا المستوى هذا؟ اختي هي حشمتي بينا، دعيتك الله. دابا هنا هي تتخرج في لي فيديو تتقول للمغاربه علاش نتوما تديروا الفتنه، على هادي الجزائر خوتنا هادي، وهادو ما ديروش فتنه. ونفس الوقت كاين بعض المغاربه اللي تيردوا عليا، فهمتيني؟ حيتاش هي البلان ديالها الى سمعتيها، ما المهم الميساج ديالها ولا الهضره ديالها ما واضحاش لمن كتنتمي، واش المغرب ولا الجزائر. المهم الهدف ديالها هي انه تستغل ديال المتابعين من الجزائر والمغرب، زعما دير هوك هوك ما تبينش اسميتو. ولكن مفاجاه غادي نشوفوا الفيديو اخر ديالها. سمع هنايا شنو قالت. سمع، قالت لك اسيدي جاوبوني. سمع ديالنا الحكومه ديالتنا ولا في التلفازه المغربيه ولا في شي بيان رسمي قالوا لينا بداو ديروا الفتنه في السوشيال ميديا باش تسموا وطنيين. انا ما شفت شي بيان، ما شفت حتى شي قناه رسميه، حتى شي حاجه كتقول بان الحكومه كتقول لينا ديروا الفتنه الا بغيتوا تسموا وطنيين. شرحوا لي. انا الصراحه الا قنعتوني نحبس هادشي اللي كدير، قنعوني فازي. اذا كما سمعتوا قالت لك اسيدي شي واحد يقنعني، هادشي راه باين واضح، ما كاينش قنعني ولا ما نقنعكش، كلشي باين واضح. انا السؤال اللي بغيتك تطرحي على الجزائريين، مثلا انت يا وسيط زعما دايره في راسك وسيط، عطيهم واحد السؤال، سولي جزائري علاش كيدافع ملي كيسب المغاربه ولا حاط الخريطه ديال المغرب مقسومه ولا تيهاجم المغاربه،
سوليهم انتيا قول لهم خوتي الجزائريين علاش كتدافعوا ملي كتدبزوا مع المغاربه؟ علاش كتدافعوا؟ واش عندهم جواب ولا لا؟ المغاربه راه باين، المغربي راه باين، ملي تيهضر تيهضر على بلادو، تيشوف كيشوف الناس اخرين تيديروا لي لايف تيهضروا على الصحراء المغربيه. المغربي عنده الدليل علاش كيدافع، اول حاجه. ثاني حاجه انه قلت لي قنعوني بالنسبه ل قلت لي حكومه المغرب عمر خرجات قالت للشعب، بالعكس الملك سيدنا الله ينصره ديما هو يدو ممدود للشعب الجزائري اصلا. ثاني حاجه باش تعرفت ان الحكومه المغربيه راه معمر خرجوا هاجموا الجزائر، ولا الاعلام الجيش هاجم الجزائر، ولا الامن المغربي يشدوا الجزائر راه كيتجسس على المغرب، ما كاينش هادشي. ولكن خصك تعرفي الاخت ان حكومه الجزائر النظام الجزائري الكبرانات الجزائر تيديروا كل ما في جهدهم باش يخلقوا الفتنه في المغرب، تيخلصوا اموال كبيره رزق الشعب الجزائري باش يخلقوا الفتنه في بلادنا. شارين اعلام، شارين شيوخ تيدعموا جميع الدول اللي ما عندهمش، تيدعموهم تديو الفلوس الصحيحه، اموال الشعب، الثروات ديال الشعب الجزائري. علاش؟ باش يقسموا لينا بلادنا، باش يقولوا للشعب الجزائري. وفي النشره الثامنه كيقولوا للشعب الجزائري راه عدوكم هو المغرب. هذا الشيء اللي خاصك تعرفيه يا اختي، المغرب راه ما عنده حتى مشكل مع الجزائر. قول لي المشكل اللي عند المغرب مع الجزائر، ما كاين حتى مشكل. المغرب ما قاطعش العلاقات مع الجزائر، المغرب ما سدش الحدود، المغرب ما سدش الجو، المغرب ما دارش الفيزا، المغرب ديما داير في راسو من الجزائر راه بحال شي دري صغير تيلعب بركه. و نسيت حاجه اللي هي مهمه ما قلتهاش لك، جلاله الملك الله ينصره شنو قال؟ قال لك حنا الصحراء المغربيه منظار تنشوفوا به اي واحد اللي تيبغينا. السلام عليكم، بلا ما تجي مازال ديري لي فيديو تقول لي اخا خوتي واش هادي واش. اذا كانوا خوتك جزائريين قول لهم يكتبوا لك في التعليق مثلا الصحراء المغربيه اهجموها تما، يا الصحراء ما كاين غير الصحراء المغربيه. اذا كانوا خوتك، اذا كنتي تقول لي خوتي الجزائريين بغيتوا تخلقوا الفتنه، انتم حنا ما تنخلقوش الفتنه، تيكون رد فقط. بالنسبه لي انا ما نسب حد، ما عمرني سبيت في لي فيديو ديالي، تنجيب بنادم تتشوفو تيعفط لك على العالم ديال بلادك، تنجيب بنادم تنشوفو تيسب فينا، تيدير فينا الحيوان، تيدير ما خلو ما داروا فينا، ما عمرني سبيت انا شي واحد. الا كانوا خوتك نعطيك ها واحد المثال، نزيدك مثال اخر. مثلا انت داركم ياك، دارك عندك واحد الجار، وقدام دارك كاين واحد الارض، جارك لاصق معاك ياك، هذيك الارض اللي قدام دارك ديالك، الناس كاملين تعرفوا بلي انه هذيك ارض ديالك، الا جارك وولادو تيقولوا هاد الارض ماشي ديال، ونفس الوقت انت بغيتي تكوني مزيان مع الجار. يلا راه جاوبي انت دابا، انا عارف الفيديو غادي يوصلك. دابا المشكل انه بحال هاد السيده هادي مغربيه الله يعاونها، حنا ما هضرتها ما تاثرش فينا ما والو، ولكن غير الانسان يفهم يعرف شنو تيقول فقط. هي شحال وهي تتسب مع خوتها المغاربه، لا انت يا هادي داروا عليها لي فيديو، وهي دير عليهم لي فيديو، لا غادي نتابعك قضائيا، حنا غنديروا ها انتم دبستوا غير بيناتكم المغاربه مغربيه مع خوتك، علاش؟ وفي الاخر ها وفي الاخر تتنعسي وتفيقي وتتسمعي جوج خوتك مغاربه شدوهم في الجزائر على حسب انه كيتجسسوا في الجزائر. شكون هما هاد المساكن؟ قباصة مشا كان تما، ماشي مشا كان تما خدام تما، صافي. هانتي جاوبتي دابا، هي هذيك اللي قالت لك الفتنة، مات الفتنة، خاطيني من بوليتيك السياسة
سمعت قايل على القبض على شابين مغربيين بتهمة تجسس. يا كتبون صافي مبقيتش نقول لك عمي تبون ستيفي، يا قلتي لنا المغاربه اشقاء ديالكم وما غاديش دير التهجير لهذوك المغاربه اللي كي اللي خدامين حرفيين في الجزائر، هادشي كله قلتي انت في اخر ندوه. دابا شنو دابا خليتي دوك المغاربه عندك باش تبدا تلفق ليهم التهم واحد بواحد، تلفق ليهم تهمة التجسس. دابا دوك المغاربه كاملين اللي كي اللي خدامين في الجزائر كيتجسسوا عليك سي تبون. انا هادشي بصح انا كنصح كاع الاخوان المغاربه اللي في الجزائر، خوتي غير رجعوا لبلادكم المغرب، راه النظام الجزائري ما مفاكش، ما باغيش يدير الحل مع المغرب. الشعب الجزائري سي اوتغ شوز، الشعب الجزائري شقيق، ولكن النظام الجزائري ما باغيش يدير معنا الحل. اللهم غير رجعوا لبلادكم سالمين غانمين. هادشي اللي وقع لينا حتى حنا في الاول كنقولوا بلي انه خوتنا الجزائريين حنا ما عندنا مشكل، ما عندناش مشكل مع الشعب الجزائري لحد الان، تنقولها ما عندناش المشكل مع بعض شي وحدين اللي تيخرجوا في لي فيديو وتيسبوا وتيعيروا، المشكل مع النظام الجزائري والكبرانات، هادشي اللي كاين فقط. ها هو دابا انت وليتي تتعيقي بهم صافي، ها شي وليتي تصفقي من الناس حتى نتيا، وواحد النهار تلقى داكشي اللي تيقولوا لك المغاربه وهذوك الناس اللي كدابزي معاهم تلقى داكشي صحيح. اغلبيه البنات ملي كيجاوبوا تحياتي الناس الجاليه المغربيه، علاش انت غادي تخرجي مع ضد ولاد بلادك؟ راه هذا هو المشكل، راه هنا فين كاين المشكل، فهمتي؟ دابا شحال من واحد طيغاص بحالك دابا لقيتي هذه في الاخر، ها هو قلت لي ما بقاش نقول لي عمي، فين كان عمك؟ فين كان عم انت يا مغربيه أو. المهم القضيه ديال اسميتو تنشوفوا اللي معانا ولا اللي ما معاناش يا الصحراء المغربيه، يجي بنادم مرحبا بك، علقتي ليا قلتي ليا الصحراء المغربيه، انت خويا حبيبي انت باغي ليا الخير، ما قلتيهاش السلام عليكم قبل عندي ما نقول لك، فقط نقول ليا هذا خويا ولا انت ما كاينش، ما كاينش خويا في هذا الشيء، انت باغي تقسم ليا بلادي ونفس الوقت تضحك ليا، تضحك معايا وتتشجعني. ندوزو لهاد الاخت هادي، اروح نقول لكم مغاربه. شوفوا انا كي طلعت قلت انا مغربيه، صديق انا مغربيه، مانيش طالع انا نكذب ولا كيما قلتوا نتوما الدوله مخلصتني ولا هاكم الدنيا اللي تلغي انا الدوله اللي تلغي انا مخليه كاع الصوال قالهم صايم في بلاد تهني انا الدوله سي سا يهديكم ربي. مولينيكس نهار اللي طلع حضر قالهم انا بويا جزائري، هذاك معليش باش تعرفوا عظمه الجزائر، جزائر شيء كبير، حنا ما نلتوش الاشياء التافهه نقولوا هذا جزائريه ولا مغربي ولا نو، باسكو عارفين الجزائريين روحهم لا هاي هاي كي قالك الاخر اوكي. نتوما مغاربه زوج طايغنوت قلت انا مغربيه، انا بويا مغربي، نطو كاع اليوم دو 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 راكم كل الاخر راكم كل شنقول، ما نطلع لا وثائق لا والو، انا جيتي با اوبليجي باش نطلع نثبت لكم انايا بوان فينال. هاد الاخت هادي كانت خرجت واحد الايامات قالت لهم بلي انه انا مغربيه، هي كدير شي فيديوهات ديال اللي راكم عارفين الله يطلع يعفو عليها، ديما تتقول بلي انه مغربيه هذه ماشي جزائريه انا مغربيه. ايوا سيدي هاد الايامات شي جمعيه مغربيه، الناس الجاليه المغربيه تحياتي لهم، راه خدامين معنا الناس الجاليه، والله الخدمه اللي تيديروا الناس ديال الجاليه ما تيديروهاش شي وحدين في الداخل ديال المغرب، والله العظيم جمعيه مغربيه كتخرج مشاوليه في بلجيكا على ما اظن، قالوا لي غير ما تشدي الطريقه ما غادي نرفعوا عليك دعوه، ولا ربما رفعوها كاع ولا ما عرف. وصلها السخون واسمع شنو قالت، سمع خرجت الاول البارح في واحد الفيديو، سمع شنو قالت. انا بكامل قوايا العقليه انا جولي اون بيرسون شخصيا، ممثله افلام بورنو شخصيا، نتهدى معاكم بلي انا هي جزائريه اوكي، انا جزائريه الاصل والجامعه رحت المغرب وما نعرفش اصلا شو هي المغرب اوكي، هذه هي. سمحوا لي الله يرضى عليكم، سمحوا لي نتحسب عندي رجال في كتافي، ولكن طلعوا اللي قلنا المغاربه خوتي المغاربه اقسم بالله لا نموت عليكم ديزولي، سمحوا لي الله يرضى عليكم، انا عمري ما كنت مغربيه، ولكن انا كنت من مصح روحي فيكم باش نقول بلي انا مغربي انا ماشي جزائري، باش ما تقايروش الجزائريين بيا انا.
سمعتوا دابا شوقع عليها كانوا كيدعموها فهمتيني تيدعموها تيخلصوها باش تقول بلي انه مغربيه باش يوسخوا الصوره ديال المغرب فهمتوا كيفاش ايوا ملي ما بقاو وصل لها حتى حاجه بين قال مابقاش كتوصلها قالت لهم خويتو بيا ونفس الوقت هذوك الجمعيه اللي ها وصلها الصاد وهي تقلب عليهم و وبالنسبه للقضيه ديال جوج الشبان المغاربه اللي شدوهم في الجزائر البارح ولا البارح قال لك سيدي كيتجسسوا عليهم في الجزائر الناس كانوا تما خدامين في القبص واحد في وهران وواحد في مدينه اخرى قال لك يتجسسوا علينا حنا عارفين شنو كاين ها كيكذبوا ترى بغينا غير كيحسوا مع ديال المغاربه اللي كاينين تما ودي هزوا داك الناس قولوا لهم سيروا بحالاتكم بلا ما قاكم الله مره تشدوا 10 جوج ثلاثه والمخدرات التجسس هذه النظام الغبي هو هذا اش غدير المغاربه صافي دابا راه ما بقاش شي مغربي غادي يمشي مجال الجزائر ولا يفكر يمشي في الجزائر على هذا الشيء اللي تيديروا اليوم هذوك الناس اللي تما راه مساكن واحلين تما وصافي بنادم مزوج عنده ولاد وتما تيقرا ولا سميتو الله يحسن العون والله الا ندمتوهم والله اكفس بلاد ما عمرني شفت على هذا النظام الجزائري المهم الاخوان هذا ما كان في هذا الفيديو نتلاقاو في فيديو جديد تهلاو